مجموعه الكوليسترول متنوعه، وخاصه تنحرصوا على باش يكون داك حسب الكوليسترول في الكوليسترول اللي مزيان والكوليسترول الغير مفيد. كاين لو اتش دي ال نقولوا سي لو بون كوليسترول، هذاك خاصنا نرفعوا منه. وكاين لو اتش دي ال، لو ال دي ال هو لو كوليسترول لو موفي كوليسترول اللي تيدخل اللي تيدير دي بلاك في لي زارتير وتقدر يعطي لا في سي، تقدر يعطي بزاف ديال المشاكل لي ترومبوز، تقدر يعطي بزاف ديال المشاكل. الكوليسترول المشاكل ديالو خطيره جدا، دونك خاص الانسان ديما نظام التغذيه يكون خاصه في العيد، اللحوم غنيه بالدهون، غنيه بالدسوم، وداك الكبد والشي كلها غنيه بالكوليسترول، والمخ حتى هو المخ غني بالكوليسترول، دونك يقدروا يعطيو اضطرابات كثيره في الكوليسترول. دونك ديما التوازن الغذائي، عدم الافراط. الانسان ياكل 400 غرام دو ليغوم بار جور، لي فروي مزيان يعني هذوك كلهم سون ريش غنيين بالالياف اللي تيحاربوا الامساك، تيحاربوا مشاكل ديال الكوليسترول. والانسان اللي عنده الكوليسترول حافظ على العلاج ديالو، كان عنده غير ريجيم تيتبع ريجيم، اللي كان عنده لو ريجيم اي لي ميديكامون تيتبع لي ميديكامون. الحفاظ على التمرين الرياضي، التمرين الرياضي مهم في امراض الكوليسترول. التمرين الرياضي تنقول لك الانسان يتحرك على الاقل نصف ساعة في اليوم، على الاقل نصف ساعة في اليوم. غير المشي الا ما كانش عنده الاستطاعة باش يدير الرياضة، يتمشى يديرها نصف ساعة. المشي في اليوم راه كافي.